طبعا الفريق واحد المشاريع اللي بتكون فيها منظمات البحث عن العودية مشتركة في أكثر من 17 دولة. في اليمن أو بالنسبة لي شخصيا عندما عرضت علي فكرة الفريق في تنفيذها في اليمن، كان عندي بعض الشكوك في إلى أي مدى ممكن إنه استخدام دراما تلفزيونية أو إذاعية في عمل تغيير جوهري في آراء الناس. لا يا بي، هذا أكبر عملية قد عملناها بملايين يا بي، وأنا ما عاد أمنجح حد عليه. فإحنا في اليمن أول مرة نعمل مسلسل بيعتمد على الشباب، بيعتمد على المنافسة في كرة القدم، وهذه المنافسة هي بتجرها منافسة اجتماعية وأفكار تصب في إصلاح الأوضاع في المجتمع اليمني من ناحية الشكل، وحتى المضمون كان مختلف في كثير من الحاجات. المسلسل كان فيه روح غير المسلسلات، يعني من وجهة نظري أنا كوني بطل مسلسل، يعني في روح وفي حيوية وفي مفعم بالشباب. يعني لو شفت أنت المسلسل فيه حوالي أكثر من 20 شاب يمثلوا مختلف المحافظات اليمنية. بالنسبة للصعوبات اللي واجهت المسلسل الفريق أو إنتاج مسلسل الفريق، طبعاً بالإجمال تقييمي الشخصي لمسلسل الفريق إنه يعتبر من النماذج الجيدة إنتاجياً أو من الناحية الفنية، ولكن المسلسل طبعاً بيعاني من مجموعة المشاكل اللي تعاني منها الدراما اليمنية بشكل عام. مشاكل متعلقة بإمكانية الإنتاج، مشاكل متعلقة بمهارات التمثيل. واجهنا الكثير من الصعوبات في إنتاج المسلسل، بحيث أنه بدأت المنظمة محاولة إنتاج المسلسل في عام 2010، وهو كان طبعا عام تأسيس المنظمة، إلا أننا واجهنا كثير من الصعوبات، وخاصة في ظل الأحداث التي حدثت في عام 2011. ولا سمعنا إلا بالرصاص مثل المطر من قفانا. تأخر إنتاج وبث المسلسل إلى عام 2011. بدينا في عام 2012 في إنتاج مسلسل الفريق. بالنسبة لنا كجانب إنتاجي كانت واحدة من الإشكاليات الرئيسية، كيف ممكن نعمل رفع لمستوى الإنتاج في اليمن بحيث أنه يوازي الإنتاج على الأقل في المنطقة. حتى فريق الكتاب تم تدريبه على كتابة مثل هذه النصوص في دورة متخصصة عن طريق بعض المتمرسين في هذا المجال. تجربة مسلسل الفريق التلفزيوني تجربة مثيرة وفريدة من نوعها، وأضفت إلى مسيرة كتابة التلفزيونية والإذاعية بشكل عام إضافة جديدة. وين هذا الضابط الذي بيحقق في القضية؟ أنا يا شيخ. اسمعني يا ولدي، إذا كنت ناوي تحقق مع عيالي فهذا الفكرة تبعدها من راسك تماما، مفهوم؟ وأهم ما استفدناه في هذا العمل بالنسبة للجزء الأول، استفدنا في الجزء الثاني أشياء كثيرة جدا ما كناش من قبلها ننتج بهذه الطريقة. إذا دبرا جونز كان لها تأثير كبير في مسألة التوجيهات والنصائح التي أعطتنا في مسألة معالجة النص الدرامي، وملاحظات كانت قيمة وحرفية خاصة فيما يتعلق في السيناريو. طبعا وتميز هذا المسلسل بأنه كان لديه مسلسلين، مسلسل إذاعي ومسلسل تلفزيوني. المسلسل الإذاعي غطى طبعا 70% من المتابعين لوسائل الإعلام المختلفة. أولا تم الإعلان عن هذا المسلسل في مختلف الوسائل بمختلف الطرق حتى يصل أو نستهدف فئة أكبر من المجتمع. ونوعية الترويج لها كان مختلف، حيث أنها أول مرة يتم في اليمن أو في عدن ترويج لمسلسل ثقافي هادف بالإمكانيات وبالطريقة هذه أو بالأساليب المستخدمة. بتطلعي في التلفزيون والإعلانات والصحف، الله. الأعداد اللي حضرت تقريبا المسلسل عمل وجها لوجه مع المجتمع، فيما يتجاوز 30,000 شخص شاركوا في مسلسل الفريق وجها لوجه، سواء كان عن طريق حضور جلسات الاستماع أو حضور جلسات المشاهدة أو الأعمال اللي هي المتعلقة بالسينما المتحركة.
بالإضافة إلى الأشخاص اللي كان يتم التفاعل معهم بشكل مباشر عن طريق الفضاء الإلكتروني، عن طريق موقع المشروع أو عن طريق الصفحة الخاصة بالمشروع في على الفيسبوك. أنا كنت سعيدة جدا أنه تم اختياري من قبل المنظمة كميسر في الثلاث المراحل، مرحلة الاستماع ومرحلة الموبايل سينما ومرحلة المشاهدة. كان مرئي وكان مسموع، بحيث أنه عندنا نحن في مدينتنا مناطق كثير ريفية لا يوجد بها تلفاز، فجاء الراديو فعلا مشبع لرغبات هؤلاء الناس. الشباب اللي استقطبناهم كانوا لهم قدرة كبيرة جدا على الاستمتاع، خصوصا انه تقريبا في مناطقنا اختفت الاستماع الى الإذاعة، فكان مسألة انهم يجلسوا لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة لاستماع لمسلسل إذاعي يتخيلوا فيه الاشخاص، كانت تجربة جميلة جدا ان احنا نشاهدهم ونشاهد ملامح تقاطيع ملامحهم وتفاعلهم مع كل حركة ومع كل كلمة كانت تنقال. تم أخذ من كافة فئة المجتمع المحلي، سواء من العاملين في عدة مجالات سواء في الصيد أو العاملين في الأسواق الشعبية مثل في بيع المنتجات اليدوية أو الأزهار أو ما إلى ذلك. تم استهداف هؤلاء أيضا في هذا المسلسل، لأنه هذا المسلسل يمس حياتهم المهنية، حياتهم اليومية بشكل خاص. يعني لما المشاكل كلها اللي بيحصل حقيقة في اليمن، لما يعني تقريبا المشاكل كلها اللي بتحصل حقيقة وأهم المشاكل تقريبا، في حاول يعالجها، يروي أن الشباب يقدروا يعالجوا هذه مشاكلهم بأنفسهم. ما تخافوش يا شباب، أنا أقوى منهم، يلا خلقهم بها يد بيد. كانت قضية الأراضي ومسألة تسلط النفوذ عليها، النفوذ الكبيرة جدا، واستخدام نفوذهم وسلطتهم في الاستيلاء على هذه الأراضي، مع أن هذه الأراضي ملكا للدولة أو ملكا للأوقاف. كانت هذه أكثر قضية شدتني في موضوع المسلسل. وجدت ردود الأفعال كبيرة جدا، وخصوصا عندنا في محافظة ذمار في كثير من القضايا اللي لامست الناس، خصوصا قضية المشيخ ونفوذ المشيخ والقبيلة، أيضا قضايا الأراضي نحن نعاني منها بشكل كبير جدا في محافظة الذمار. مسلسل الفريق ناقش كثير من القضايا المجتمعية الموجودة بالفعل في المجتمع المحلي وفي المجتمع اليمني. طبعا من القضايا التي ناقشها مسلسل الفريق احد قضايا الفساد الموجود، الفساد المالي والاداري الموجود في جميع محافظات الجمهوريه اليمنيه. ويا استاذ، لكن انا اللي اعرفه انك تبدل تقلب موازين الكون كلها، كيف هذا الخبر؟ وبعد حزه اذا قال كلمه يوفي بها. بس يا لا تبسبس لي ولا حاجه. طرحت افكار عديده في مسلسل الفريق، وهو عن 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 الارض وعن وعن التعايش بين الشباب يعني في نفس الفريق الواحد وفي الفريق الضد. كان يشدني اكثر شيء الطبقات المتواجده في المسلسل، يعني عندما شرحوا عن الطبقات الشيء الذي شدني في المسلسل أكثر عندما كانت أرضية البستان سوف تمنح للاعبين، كان الطبقة الفقيرة هي التي ستحرم من أرضية الملعب. المسلسل كان حلو وناقش قضايا كثيرة جدا، كان أيضا في وقت يعني مناقشته كان في وقت أزمة، الكل كان محتاج للشيء أو لحاجة يعني يفهم من خلالها هو لوين رايح، خاصة أن الشباب كانوا هم الركيزة الأساسية لهذا المسلسل. أعتبره أنا بالنسبة لي مسلسل لامس الواقع من خلال القضايا التي طرحها وناقشها، ومن خلال الحلول التي قدمها من خلال هذا المسلسل بشكل ميسر ومبسط ليتلقاه عامة الناس، وبأسلوبه الكوميدي الذي هو يعتبر أسهل الطرق لتوصيل المعلومة ولحل المشكلة. تجهز نفسك للعرس. أنا قررت أزوجك. ما هو؟ أيوة يا ابني، أبوك اتخطب لك والشهر الثاني حيكون عرسك. خطبتولي وبعد زوجوني
مانيش داري مني. تسكت ولا اسمع لك صوت. تنفذ ما نقول لك وبس، ولا قسما بالله اني لا اخلي درغام يحبسك لو ما ياكل الدود من عظمك، بتفهم؟ حاضر. الشيخ الزاع بالميز يعني جاب واقع المشايخ في اليمن وقبورتهم تمام وطغيانهم وحتى على اسرهم في التعامل حتى على اسرهم وعلى ابنائهم. لفت انتباهي كيف يكون القتل بدم بارد عندما رجل اعمال امر اتباعه بالذهاب الى ارضيه الملعب واطلاق النار على اللاعب، ثم ذهب كي يطمئن على سمير الذي كان هو راعي له. بس بدا كانت القتل يعني ما اثر فيش، كان طبيعي يعني حالته الطبيعيه كانه ما فعلش اي ذنب ولا ارتكب اي جرم. لعل الكثير سيلمس وسيشاهد القضايا الاجتماعيه التي بينت وطرقت على الواقع والقضايا التي يعاني منها المجتمع اليمني كالتمييز الطبقي وكالمشيخة والقبيلة ودورها في السطو على مقدرات الوطن أو احتياجات المواطن. أفكار كثيرة جدا جدا جابها في هذا المسلسل البسيط. كذلك في معنا نقطة واحدة اللي هي قصة إضافة المرأة أو المرأة اللي تكون حكم في هذا المسلسل، وهي غريبة أو جديدة على المجتمع اليمني وممكن مش ممكن يعني تقبلها. إيش تقصد؟ وضح كلامك. المدرب أروى. أروى؟ أيوة أروى. عاد أنتوا بتدلعوا يا شباب، ما عاد مش باقي معنا وقت. وبعدين ما لها أروى مدربة وفاهموا أستاذ التربية الرياضية، إيش عاد تشتوا؟ عيب عيب بلا خزاء بتضحكوا عليها الناس، بيجي تدرب عيال داخل الملعب. لكم حبيت دور أروى لأنه كان فعال في المسلسل. أروى كانت قيادية ناجحة، استطاعت أن تقود مجموعة من الشباب المتصارعين حتى اتحدوا واستطاعوا أن يشكلوا فريق واحد، وكانت أروى سبب نجاحهم وفوزهم بأرضية البستان. أفضل مشهد كان عندما طلب الشيخ من المدرسة أن تضع ابنه قائد الفريق فرفضت، هنا كان مشهد مؤثر. مسلسل الفريق يميز عن بقية المسلسلات روح الشباب، الوجوه الجديدة في المسلسل، الفريق الواحد، هدف الفريق بشكل عام هدف واحد. كلمة أخيرة، نتمنى من جميع الكتاب اليمنيين أن يحذوا حذو كاتب هذا المسلسل، لأنه مسلسل هادف غير عبثي، أوصل أفكار جيدة للمواطن بشكل بسيط جدا. فتن إلى أنه مثلا هذا المسلسل جاء بطريقة رائعة جدا، أخرج إبداعات الشباب عندنا من ممثلين وكاتبين وجاب أفكار جديدة غرست فينا قضايا إيجابية كثيرة، أتمنى أن الشباب الباقيين يستفيدوا منها. هو كمان بالإضافة لما قاله زميلي، باختصار المسلسل الفريق هو صورة مصغرة للمجتمع اليمني ومشاكلها بكل بساطة، وطرح لنا بفكرة بسيطة إن شاء الله وصلت للكل، وصلت الرسالة. فكرة مبدعة ما شاء الله. نصيحتي أو الشيء اللي دائما كانت ينصحوني فيه المشاهدون إنه الانتباه أو التركيز على الأشياء الصغيرة التي تعطي نكهة ورونق للمسلسل، وأتمنى أن ينتبهوا له في الجزء الثاني والثالث. يا سلام سلم. وكما شاهدتم أيها المشاهدون الكرام، الفريق مسلسل الفريق الجزء الأول انتهى والجزء الثاني، ونحن ننتظر الجزء الثالث. يا سلام سلم.